اهلا وسهلا بمتابعي موقع موجا سبورت وصفحه الموقع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. بنرحب النهارده بعادل شخل الملقب بالزعيم وترند مصر الاول وكبير مشجعي نادي الاتحاد. اهلا وسهلا، بنرحب باسره موجا سبورت في نادي الاتحاد اسكندريه، وكل عام وانتم طيبين. فريق العمل، ونخش بالشكر للاستاذ عبد الهادي ابراهيم النقابي، الراجل النقابي يحط تحت النقابي 100 خط. سمعت بس يعني طلع على الهدف، حط تحت النقابي 100 خط. واحنا بنتوجه بالشكر ليك كفريق عمل موجا سبورت، ونخص بالذكر رئيس التحرير استاذ عبد القادر ابراهيم، ونائب رئيس التحرير استاذ باسم علي، ومدير الموقع استاذ عادل عادل. نرحب بين كلهم. والاستاذ عبد القادر ابراهيم غني عن التعريف، لاعب دولي سابق في كره الطايره بنادي الاتحاد السكندري، وياما جاب لنا بطولات. طيب عادل، النهارده احنا مش حابين نتكلم على يعني هنبتدي معاك في الجانب الانساني او حياتك الشخصيه. يعني انت مشهور على النت يعني بالفيديوهات اللي بتضحك الناس، وعادل دايما بيهزر بيضحك. عايزين نظهر للناس عادل شكل الحقيقي. مين هو عادل شكل؟ سؤال حلو جوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مين هو عادل شكل؟ اعوذ بالله من الشيطان. انا انسان بسيط جدا، بحب الناس كلها، بحب الخير للناس كلها كبير وصغير، وطبعا كل ده بفضل الله وبفضل دعوات امي ست الكل اللي ربنا يديها الصحه ويبقى رمضان كريم عليها وعلى اخواتي وعلى ابن مندي وابن محمد وحفيدي اللي جاب السكه ان شاء الله. يا زعامه، الناس عايزه تعرف، يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش اسمك الحقيقي، يعني كله عارف عادل شكل. ايه هو اسمك الحقيقي؟ انا اسمي عادل محمود علي عبد الحليم، ساكن في الحضره القبليه في شارع الجواهر في منطقه بسيطه حي شعبي، والحمد لله رب العالمين. يروحوا اسالوا هناك وشوفوا عادل شكل الناس بتحبه ازاي. والحب ده، ما انا عايز اقول حاجه برضك، انا لما بمشي في كل حته في اي مكان سواء على مستوى مصر كلها بروحه بلاقي ناس تتلف حواليا، كل ده بفضل ربنا وبعطاء امي. حب الناس ده يعني كتير، في ناس كتير قوي 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 بتنزل فيديوهات وبتعمل بوستات، فللاسف ما بيعدوش 10 تنفور، انا بيجي لي الالاف والالاف. طيب زعانة، انت درست يعني كملت تعليمك ولا يعني؟ لا، انا بسبب نادي الاتحاد فشلت في تعليمي، رحت اخر كان سنه سته، قعدت فيها 3 سنين كان، وفرحت قوي ان انا لما اتنقلت من مدرسه عباس العقاد بالحضره رحت فين؟ مدرسه الشاطبي الاعداديه اللي هي ورا نادي الاتحاد محطتين. قلت الله، بقيت ازوغ واجي التمرين واروح هنا وهنا، ما كنتش بذاكر، فعدت سنه سته، عدتها تاني، فدخلت قسم فرنساوي، فتعلمت بالقسم الفرنساوي كسكي ده اللي ابويا بيديهم بيسوا تلاميذه. طيب يمكن بيشرفنا برضو النهارده صديقك البوك. طبعا البوك ده التونز بتاعي. عايزين نعرف العلاقه بدات من امتى برضو، يعني صاحبك من امتى؟ لا، البوك ده وهو صغير كان لسه لابس البيجاما، كان بروح عند ابوه الدولي، كان ابوه فاتح محلات كتير في الساعه كرموز، وكانت جميع اللعيبه تروح تاخد منه حاجات هدايا عشان كان بيحب نادي الاتحاد. فالبوك له 2 بوك 3 بوك تاني، في مروان البوك وفي شمال البوك وفي كريم القط وفي النانا بوك. دول اخواته؟ شهرته البوك. دول اخواته؟ دول اخواته، لكن هو اللي طلع فيهم مشهور عشان خاطر بيمشي معايا وباخده معايا في كل حته وهو صغير. حتى جينا في يوم من الايام وكنا في رمضان والله، عملنا كان في تمثيل اسمها الاسطوره، فقلدنا مشهد فنزلناه على الفيس، كان عندي 30 نفر بس على الفيس، فلقيت ناس بتقول لي يا ريت اشكل ايه؟ تعمل فيديوهات على طول تلقائيه حلوه ومعاك البوك والناس دي، فمن ساعتها بقى ان شاء الله. طيب احنا عايزين البوك برضو يعني يحكي لنا عن مواقف حصلت مع عادل شكل ما ينفعش تنساها. السلام عليكم، برحب بكل الناس، وبرحب الناس اللي بتتفرج علينا وجمهورنا والفانس بتاعنا كلنا، وبرحب بابويا اللي قاعد جنبي وفريق العمل استاذ عبد القادر ابراهيم المحترم اللي احنا بنتشرف فيه بجد. انا عايز تسالني مواقف حصلت مع عادل شكل؟ أنا وأنتوا صغيرين يعني مواقف علقت معاك في دماغك ما ينفعش تنساها. مثلا في موقف، ده أكتر موقف اللي خلينا أنا متعلق بعادل شكل، واللي ما فيش اختلاف بينا رغم إن إحنا فلوس كل حاجة ويوتيوب وكده، ما فيش اختلاف بينا، وبنروح بنيجي مع كل في كل حتة مع بعض، بنلبس زي بعض. والدي قبل ما يتوفى بيوم، اتصل بعادل شكل لله في لله، قال له تعالى عادل جاء كان محاسس
قال له البوك اعتبره ابنك. وعادل بصراحة ربنا عنهم ربني من زمان وخيره عليا وسبب شهرتي يعني هو من ضمن سبب الشهرة بتاعتي هي علاقة أخوة يعني. طبعا وانا زي ابنه الناس كلها عارفة ان انا ابنه هو طبعا انا بتشرف بيه هو اكتر من ابويا طبعا. طيب زعامة يعني انت بتقول انت طلعت من المدرسة وانت في سنة ستة في صعوبات واجهتها وانت صغير في طفولتك؟ طبعا اصعب موقف يوم ابويا مات. انا ما عيطتش في حياتي غير في حاجتين، يوم ما ابويا مات، يوم ما خسرنا كاس مصر 88 مع الكابتن أباظة لما كان ماسك الفرقه، كنا وصلنا مع الزمالك وكنا وفي ماتش تاني بنلعبه انبي كان في سنه 2009 في نهائي كاس مصر وخسرنا 1-0 بهدف مجدي عبد العاطي. هو ده اللي انا عيطت فيه لان ابويا دوت لا يعود رب لا يعود سعاد ربنا، وهو اللي خلاني اشجع نادي الاتحاد. ابويا في يوم من الايام انا كنت في سنه ثانيه ابتدائي قال لي يلا بكره احنا هنحس والسلو يابا، قال لي في نادي الاتحاد يلعب وانا بشجع الاتحاد. رحت معاهم طلعت المدرج في السويس، كان ملعب السويس ده في جبل عتاقه، فلما رحنا لقيت جمهور الاتحاد طالع معانا رحله من قدام النادي، كانت بيرش صاغ الرحله، فابويا كان معدي على حجره ما حجزش كرسي. المهم ايه، اتعرفت على الناس وانا قاعد في المدرج، الاتحاد كسب 1-0، لما الاتحاد جاب جول لقيت الناس بتعيط، بقول له ايه ده الناس بتعيط، قال لهم عشان بيحبوا النادي. فرجعنا من السويس لحد كده بزفه ما قريت ما شفتش في حياتي، من بعدها بتاني يوم على طول ابتديت احب نادي الاتحاد واعرف اخبار نادي الاتحاد واحضر تمرين الاتحاد، حتى صرت كبير مشجع نادي الاتحاد السكندري. وقبل مني طبعا كان في العظيم محمد ريعو كبير مشجع مصر والعالم كله الله يرحمه، وكان في بوبو الله يرحمه ربنا يديله الصحه. احكي لنا اكتر عن طفولتك، عن الشغلانات اللي انت اشتغلتها وانت صغير. وانا صغير اشتغلت منول مبيت محاره، اول شغلانه. فكنا كانت في الحضره برضو عادي؟ كنت بروح في اي حته، ففي يوم انا كنت شغال في الصناعه لازم تيجي معايا تاكل الاتحاد المصري العبه، ففي حته كده كل ما يداس منتو يداس مونه المونه تقع. فالماتش الساعه 3 كان زمان الماتش بتتلعب بدري، ما كانش فيها اضواء كاشفه. اقول له يا اسطى الساعه 12:30 عايز اروح الملعب واحنا في العوايه، يقول لي سلام، كل ما يديها بتوع المونه وقع. قلت له انا مالي بقى، رحت ماسك النفاس ورحت مكسر له الجنب كله، قلت له بطلنا نشتغل. والله ده حصل. اشتغلت حاجه ثانيه غير موبايل مهاره؟ اشتغلت بتاع مخلل، كنت اعمل مخلل كده ببراطيم وابيع. بجد؟ والله العظيم طلعت مش عيب. ايوه مش عيب. ده كان فين ده؟ في الحضره. الحضره. يعني هم بس شغلانين دول؟ بس لا، وبعد كده ربنا كرمني وتوظفت على يد العظيم الدكتور كمال شرب رحمال، اسطوره رؤساء الانديه كلها، اللي عطى الزمام للاستاذ محمد وسرحي حاليا، الذي جعل نادي الاتحاد تحفه. نادي الاتحاد بقى ليه 3 فروع، شاطبي، السموحه، برج العرب، كل ده يحسب لمجلس الاداره الاستاذ محمد وسرحي. ولا ننسى دور الدكتور مشاري رئيس النادي السابق الذي كان له بردك الاثر انه يتواجد لنا قطعه ارض. كان ايه دورك في النادي هنا؟ شغلك كان ايه بالظبط؟ انا مشرف ملاعب نادي الاتحاد السكندري. مشرف ملاعب نادي الاتحاد السكندري. في مع الفريق الاول في الثمانينات وفي اي حته يعني في الفريق الاول. البوكو برضو يعني ليه متابعين كتير. في نقطه عايز اقولها بس بعد اذنك. اتفضل. بصراحه ربنا لم ارى مثل الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن اللي جعلهم الفسيخ شربات. فسيخه قدام فسيخه، خلوا شربات حلوه. زعانة الكابتن حسام حسن عالمي. لو سمحت احنا يعني انا اللقاء مقسم لجزئين. تمام. انا هكلمك سوري. سوري. على حياتك. زميلي الاستاذ هاني هكلمك على الجانب التشجيعي والرياضي. البوك كلنا عارفين انك ليك متابعين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ويعني علاقتك بعادل شجر زي ما انت ما قلت جعلت يعني في جماهير كتير بتتابعك سبب الشهرة ليك فانز، فبرضه يعني الناس عايزه تعرف مين هو شريف البوك. برضه احكي لنا عن طفولتك. انا واحد عادي، واحد طيب، واحد محترم، واحد غلبان. انا وانا صغير عيلتي هنا بقى مثلا بتاع 100 سنه، انا من عاشق نادي الاتحاد ومن صغري هنا، دي طفولتي من وانا صغير وانا بعشق نادي الاتحاد. انت من الحضره برضه يا شريف؟ انا لسه محرم بيه. مش كده في كرموز؟ اصلا كرموز.
وصلت في تعليمك لحد ايه؟ ثالثه اعدادي بسبب الاتحاد برضو الحمد برضو لله بسبب الاتحاد نفس الكلام الحمد لله. في برضو كان في مواقف متعلقه بالاتحاد وانت صغير حصلت معاك زي الزعامه برضو؟ كنت ساعات بزوغ من المدرسه والدروس وراح المطوشه كنت ارجع اتضرب عادي يعني. انت متجوز يا شيخ؟ لا لا خاطب؟ خاطب. في علاقه يعني؟ الحمد لله. طيب زعامه متجوز؟ انا متجوز وعندي محمد ومحمود وكيس كده ده لابد يقول لي بمبوط محمد ومحمود. سايب لهم عشان اسم ابويا ومحمد على اسم اخويا. سايب لهم حريه التشجيع ان هم يشجعوا اي نادي ولا للاسف يعني هتفرض رايك؟ ابن مندي اتحادو صميم وابن محمد اهلاوي لئيم. اهلاوي زعلان منه؟ طبعا زعلان منه. لا بتعارك معاه لا بتحبله. احكي لنا اكتر عن اسرتك عادل و إيه؟ احكي لنا اكتر عن اسرتك. اسرتي اسره بسيطه. كبار الحاج محمود علي عبد الحليم الشقنقيري. ليا ثلاثه صبيان. اثنين ثلاثه بيا. اخويا محمد واخويا ياسر الله يرحمه توفى. ووالدتي واخوات البنات ثلاثه. وليا اصحاب كتير مدبول ابو الدبل محمد شحته والاجنبي. انا كنت اسالك على شلتك برضو. دول شلتك؟ دول الشله المقربه لعدد شكل يعني دول البفه بتاعتك. وشام البوكه ابو طويله اللكيك اخو شريف. كان في الفتره اللي فاتت ظهر خلاف مع حمو بيكا برضو يعني جماهيرك عايزه تعرف سبب الخلاف ده. انا طول عمري بحب حمو بيكا ولكن في حكايه يعني بقول لك ايه من تواضع للرفعه هو ما تواضعش للناس ما بينزلش للناس فكر نفسه ان هو فرعون زي الفرعون بيقول انا ربكم الاعلى. لا ما ينفعش لازم ينزل للناس بيكبرها. انا عمري في حياتي على حب الناس اللي شايفهم ما مشيت ما ماشي ورا حد يحوز عن الناس الكبير والصغير باحترامه وبحبه. فانا بتبع رساله لبيكا انت الناس بتحبك يا بيكا لكن تواضع تواضعت ربنا يكرمك لان اخر التكبر حنجله واخر حنجله ايه؟ جوع. كان في موقف معين حصل سبب الخلاف بينكم ولا كان اول موقف ده اول موقف التقابل بنتصحر ايوه كنا في البحر يحكي يحكي احنا بنتصحر عند البن سيف عند البن سيف قلت مره عند البن سيف بنتصحر قابلته عند البن سيف جاب العربيه واحنا قاعدين سلم علينا بصراحه هو في العربيه سلمنا عليه واحنا قاعدين لكن بصيت كده وحسيت ان في واحد ناس بتقبل عشان صاروا طلع يجري بالعربيه وكان ممكن يضرب حد بالعربيه فده نوع من التكبر انا ما بحبوش هو ده اللي خلى الخلاف بيني وبينه. طيب احنا بنتكلم على الجانب الانساني في حياتك ويعني هنربطه بالتشجيع برضه. هل في علاقات بين عادل شكل ومشجعين الانديه الكبيره زي الاهلي او الزمالك؟ طبعا علاقات انسانيه ناس بقوا اصحاب مشجع مصر بنقعدوا مع بعض يعني لنا افطار سنوي في رمضان بنتقابل في الاعياد والمواسم بنتقابل احنا من المنتخب ويعني احنا سافرنا كذا بلاد العالم كلها مع المنتخب كاس عالم روسيا وفي غانا ويوم ماتش الزمالك الماتش الجزائر الشهير في السودان يوم العركه ايام المحترم رئيس الجمهوريه المحترم اللي احنا بنعشقه الرئيس حسني مبارك رحمه الله عليه. مين اكتر الناس في المشجعين نادي الاهلي او نادي الزمالك صحابك ويعني في علاقه شخصيه ما بينك وبينهم؟ ريعو وكرشة من الاهلي والله يفك ديوت السيد المشاغب ومصطفى طبلة من الزمالك. طيب انا يمكن هختم معاك الجانب الانساني في اللقاء بحادثه كانت حصلت في 2019 معاك اللي هو كان يعني حاجه حصلت يعني كنا جايين من كنا بنعمله اعلان في مصر وعمالين على الطريق السريع. لا مش ده كان في خناقه تقريبا حصلت كنا فرح واحد صاحبي الشوار بتاعه فكل رؤساء العالم بيرقصوا بالسيوف احنا رقصنا بالسيوف رقصنا بالسيوف فتقلبت الدنيا ازاي عايز اشتغل ابو سيف فربنا كلام ده محمد محترم اسمه على جاب نائب الشعب دلوقتي جه معانا وحضر وطلعنا منها براءه الحمد لله. دخلت السجن بسبب عادي؟ لا قعدنا في القسم. ما دخلتش الحاجة لا 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 سجن دخلته عليكم بقول لكم حاجه رؤساء الجمهوريه دخلوا سجون ودلوقتي رؤساء الجمهوريه الحمد لله يعني ايه؟ يعني انت دخلت السجن قبل الموقف ده؟ قبل كده دخلت اعتال بسبب الكوره بسبب الاتحاد اكتر مده قعدت في السجن قد ايه؟ الاعتال خد رحت مرتين ست شهور في ست شهور والكيس كده اللي بقوله ما مطلوب وما مطلوب يعني قعدت تقريبا سنه جوه السجن بس متقاطعه اثرت فيك السنه دي عادي؟ اتعلمت في حاجات عرفت من راجل ومن مش راجل من صحابي
احكي لنا ايه اللي حصل اكتر في السنه دي. ولا حاجه، كنا بنلعبوا كوره. انا بكلمك قال لك ايه، الفرح بيجيب كل الناس، الحزن بيعرفك من صاحبك ومن مش صاحبك، بيعرفك من صاحب المصلحه ومن مش صاحب المصلحه. شده تسلب عشان بتبان الراجل. طيب كده نهايه جزئنا الاول، الجزء الانساني عن حياه عادل شكل واسرته، هو بيدرس، كان بيدرس ايه واصحابه مين. دلوقتي استاذ هاني زميلي في الموقع هيكمل معاك الجانب التشجيعي، علاقتك بنادي الاتحاد، الجانب الكروي اكتر في الجزء الثاني. مرحبا بكم وكسكيلا دلبويكم ولي البوتي دلبويكم كسكيلا دلبوا يا 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 بوتي دلبوا يا يا استاذ هاني بيحبوا. بقول لكم يا جدعان احنا في اللايف كله يعمل طبعا متابعه وشير ل طيب يلا بينا. اسمحوا لي اكمل مع الحوار معكم. هاني محمد علي، موقع موجا سبوك. هكلم في الجانب الرياضي كابتن عادل شكل وكابتن شريف بوك. كابتن عادل حضرتك، انا عاوزك بقى في حديث الرياضي، اول مباراه عادل شكل في حياته دخلها الملعب كانت في السويس في جبل عتاكة، الاتحاد والسويس، والسويس والاتحاد كسب 2-1. رحت مع ابويا كنت عندي 12 سنه. 12 دي اول مباراه. طيب كابتن عادل عاوز اسالك برضو يا عادل، اول مباراه قدت الجماهير في المدرجات، اول مباراه كانت سنه 90، فاكر مباراه ايه وايه؟ لا والله دي مش كانت 90، الحمد لله خدت اللقب في سنه 90. طيب ايه المباراه اللي عادل شكل حس ان الاتحاد يعني زي ما بيقولوا عمل مباراه العمر بس الحظ ما كانش معاه اتغلب؟ وامبي في نهائي كاس مصر، دي اكتر مباراه. 2001-0 مجدي عبد العاطي، وصلنا 1-0. طب انا عاوز اخدك في حته برضه التشجيع، يعني شايفين، عاوزكم تشتركوا معايا انتوا الاثنين، شايفين التشجيع ايه الفرق بين زمان وبين دلوقتي؟ زمان كان كله بيحب بعضه، دلوقتي بقى فيه الانا، ده عايز يعمل زعيم وده عايز يعمل زعيم وده عايز يعمل زعيم، فما تنفعش. دلوقتي مفيش مدرجات يعني فانا بقول ايه، بس الناس يعني المدرجات بقت مسيسه، كانت في ناس بتخش الا جمهور الاتحاد، الجمهور الوحيد اللي ما دخلش السياسه في الكوره جمهور الاتحاد. الوحيد اللي بقيت زي مدرج، الوحيد اللي بقيت زي مدرج عادل شكل. يعني عادل شكل ده اتمنى انا اقولها له، يعني انا هو 24 ساعه مع بعض اقول له انت ما بتشافش، انت بتتحس ساعات بنبقى راكبين عربيه مثلا لابس زون ماما ونضاره بتحس، انت فاهم؟ بتحس. هو في المدرجات حتى كوميديا، الناس بتحبه ما بتشافش، ده بيتحس. طب انا عاوز اخدك برضه طبعا وهي في منطقه التشجيع، اول هتاف او الحاجه اللي اتعرفت عن عادل شكل في المدرجات، يعني اللي خلى جمهور الاتحاد على الدرجه الاولى والثانيه والثالثه لف كل لا كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول. كنا في ماتش منتخب مصر والجزائر في السودان وعملتها في استاد اسكندريه من السنتر، خليت الملعب كله يقول يا رب، كان ماتش منتخب مصر وبوركينا فاسو. تاني بتاع لما بقول كنت بغني بقول كسكري يا قلب دبل ابوي وهم يقولوا ايه اهو، بل بتدوا بيهم ايه اهو الاتحاد بنحبوه ايه اهو. والسله، السله صباح الخير صباح النصر، احسن نادي الاتحاد في مصر بل والوطن العربي والافريقي والعالم كله. روح يا غله، تعالي يا غله، الاتحاد ما تنسى السله. استاذ احنا طبعا بنتشرف بحضرته، نادي الاتحاد بالنسبه لنا ده حاجه كبيره. نادي الاتحاد ده اللي عرفنا الناس كلها، ونادي الاتحاد ده اللي شهرنا، هو مثلا اللي خلانا احنا نقعد نشكر على السوشيال ميديا نادي الاتحاد، اللي احنا بدانا طبعا بالاتحاد وسبب شهرتنا زي ما قال لك الفيديو اللي كان في رمضان. تاني حاجه سبب شهرتنا لما عادل شكل كان بيشجع في منتخب مصر، في منتخب مصر، الحاجات بقى اللي كان بيعملها الرقص والحاجات دي، دي سبب الشهره، دي سبب الكوميديا، الكوميديا والتعاطف مع الناس حلو. انا عايزك تقول له حاجتين، ليه سموك البوك؟ عشان دي مهمه جدا. ونمره اتنين، شجعت في حد ازاي؟ انا سموني البوك، كنت عايش مع جدتي وانا صغير، طبعا كنت بحب اصحابي، كنت كل شويه اخد الفلوس اروح اجيب لهم حاجات حلوه. جدتي كانت نايمه في مره خدت منها البوك، رحت جبت بيه حاجات حلوه، طبعا بيتسرقوا سموني البوك، بقت العيله كلها اسمها البوك. تاني حاجه انا عيلتي زي ما قلت بقى لي ياما في النادي، كنت بروح مع والدي من صغري واخواتي كلهم بنروح مع والدنا من صغرنا مطوشه،
واول ماتش روحته ماتش الاتحاد والاهلي بتاع 3-2 ده الماتش اللي انا لسه واقع الدنيا. حسن مصطفى سمير كمونة ام جيل سمير كمونة وسعيد عبد العزيز. سعيد عبد العزيز ايوه 3-2 كان الاتحاد بيتقدم 3-1 واحنا احمد بلال جاب في الاخر 7-8 اخر جون كره ثابته. بمناسبه رمضان يا عادل ده بيحب السله وساله ليه بيحب السله؟ طب السله انا ما كنت حاجه انا كنت هنتكلم على الكره وبعدين ذكرياتك ما دام فتحنا رمضان هنيجي للسله. ما دام فتحنا في رمضان ذكرياتكم اولا عادل انت طيب يا حبيب قلبي. عادل شكل وشريف بوك ذكرياتكم رمضان ودرجات رمضان في الكوره الذكريات الرمضانيه الحاجه المتعلقه لازم اول يوم في رمضان كلنا نروح عند امي ست الكل. عندي 3 بنات والله يرحم اخو ياسر وميدو اخويا وابني. لازم كلنا نقعد على سفره واحده اول يوم رمضان واللي ما يجيش منهم بديله طرد وما حدش يروح له في طول رمضان لان امنا دي هي بتعمل لنا ايه. لازم اول يوم ده متعودين ربنا يخليها لكم. تاني حاجه اللي احنا بعد اول يوم ده كل يوم بفطر بقى في النادي مع حبايبي واصحابي مع مصطفى الشحت ومحمد الشحت ومدبولي حاج علي والبوك وحبايبنا يعني. وليا يوم بعمل فطار مجمع ان شاء الله تكونوا تشاركونا فيه وتيجي تاكلوا معانا ان شاء الله تفطروا معانا. والدورات الرمضانيه ان شاء الله طبعا ممنوع السنه الدورات الرمضانيه بس انا من خلال موجا سبورت بدي نداء رجعوا الجمهور المدرج بقى عشان خاطر كده بقت بايخه. رجعوا الجمهور المدرج. السمك بدون ميه في شنك بيموت بكوره بدون جمهور بايظه. انا بقول للساده المسؤولين بقى راجعوا بقى حساباتكم في رجوع جمهور نادي الاتحاد السكندري ورجوع جميع الانديه. اشمعنى البلاد العربيه وفي مصر في الافريقيه والعالميه بتدخل جماهير. فاحنا بنناشد ان الجماهير تخش وكفايه ان انتم حرمتونا من بطوله العالم كره اليد بسبب كورونا. وكورونا خلاص خفت وفي علاج ليها بقى خلاص. مش عايزين كل الجماهير تخش دخلوا بالنسبه بتناسب كده. الشهر ده يخش 500 شهر 1000 تخش كده عشان الحياه تعود للملاعب. انما انا شايف كده صلي الاماكن دي الكافيهات والاماكن اللي بيقعد فيها الناس يعني مثلا زي كافيه مثلا حسن شاكوش ده بمليون واحد موجودين و8000 مثلا واحد بيشرب يقول لك كورونا. مفيش كورونا مفيش الكلام ده مفيش كورونا. كورونا دي بتبقى حاجات انا عايز اللي بيخبي الكوره بتطلع له زي ما بيقولوا بتخبي العفريت بيطلع له. انا من ساعه ما ربنا خلقني وطلعت الكورونا دي ما لبستش ماسك. ليه؟ الناس اللي بتشك دي صدقوني اول ناس اللي بيجي لك كورونا الشكاكين. زي واحده احنا معانا في النادي دلوقتي بيترشر. ليه؟ ما انت لو حطيت نفسك في شوال في كيس مشمع وقفلت نفسك ربنا رضا هيجيبها لك. طب انا بس حابب اخدك في حته في الكوره ذكرياتك بقى مع الكوره الماتشات اللي في رمضان معلقه معاك ذكرياتكم مع كان ماتش الاتحاد والاهلي 3-2 وكسبنا الاهلي في رمضان وعملنا زفه من الاستاد لحد ما جينا هنا ودخلنا الصاله كانت ايام عفه السادات وشجعنا الاتحاد زوق فنطر الخضره. طب انا عاوز عادل شكل يحكي لي فيه طبعا انت حياتك كلها في نادي الاتحاد يا عادل. ايه اللعيب اللي شفته بعينك كده في مرحله الناشئين وقلت لهم ايه؟ قلت لهم الولد ده هيطلع او اللعيب ده هيطلع الفريق الاول وهيكسر الدنيا وبتاعه وهو عنده مثلا 16 سنه وفعلا حصل صدقت نبوءتك دي. كان ابراهيم الشايب. كان ابراهيم الشايب بس طلع في الاخر ايه الاصل؟ مش عاوزين بس لا بص احنا لا انا ابراهيم الشاب بقى النادي مش عاوزين صراحه انت مش بتتكلم بصراحه. انا بتكلم احنا داخلين عشان قصدي رمضان وما حدش يزعل عشان ما حدش يزعل. يا عم انت مش بتسالني بقول لك الشاب انت قلت لي او شكرت لك الشاب ثم تحنجل. بص جالك ده طبعا جالك انت بتسال سؤال السؤال ما فيهوش عيب يعني. انت مثلا بتسالني حصل معاك ايه انا بحكي لك اللي حصل انا ما غلطتش في حاجه. هو بيحكي اللي حصل والله شاف الراجل بتاع الفول اللي بره ده فلوس. طب اقول لكم حاجه لما راح بره في امبي والله العظيم 3 بتاع الفول ده ساله فلوس 60 جنيه كل ما يشوفني يعني انت معاك ملايين الملايين انت 60 جنيه بتوعه بقى. طيب انت كنت بتتشكر في حسام حسن
وطبعا يعني سمعك كابتن حسام طبعا، لكن على مدار يمكن سنين السنين، مين شاف احسن مدير فني في الفتره دي برضو ساهم في علو اسم مكانه نادي الاتحاد وخلاه كده يعني في مصاف حسام حسن كابتن حسام حسن. حسام حسن ده اسطوره. حسام حسن اعظم لاعب في تاريخ العالم، ويكفي انه اتكرم مع 100 لاعب على مستوى العالم في كاس العالم الاخير. وطبعا هو خبرم حسن محبوبين من طوب الارض، دي كلها بتحبهم. وانا طبعا مش عايز اسيب الاتحاد، ولكن منتخب مصر هم فين من منتخب مصر؟ هم لازم يبقوا معرضين، شيل الدا تحط الصاد عشان يمسكوا منتخب مصر، لازم ينفضوا عشان يمسكوا منتخب مصر. احنا بنعشقهم وعايزينهم في الاتحاد على طول، ولكن لا يصلح لمنتخب مصر ان نكسبه ونخش كاس العالم الا حسام حسن وابراهيم حسن ومعاهم الناس اللي اختاروهم. حسام حسن اسطوره في مصر لاعبا ومدرب طبعا. طيب ذكرياتك مع المديرين الفنيين لمنتخب مصر، كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، كابتن حسن شحاته. الجوهري كابتن محمود الجوهري اول من عرفني على الناس كلها، كابتن محمود الجوهري كان بيعمل لنا معسكر زي ما بيعمل معسكر للعبه الكوره، هو اللي بيسافر وسافر معاه كابتن ريع الله يرحمه ايطاليا. لا الجوهري ده ما يتقارنش بحد، تاريخ طبعا. وخلفته هو الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن، طيب انت شايف نفسك يا عادل، طبعا الله يرحمه ريعه، انا فاكر احنا لنا كلنا ذكريات معاه، انت شايف نفسك امتداد لريع الله يرحمه ولا انت مدرسه في التشجيع وهو مدرسه؟ لا لا لا، انا خليفه ريعه واخد كل اسلوبه في التشجيع، وليا الشرف اللي انا بحبه وبشجعه لحد الان، لن انساه لان هو من اعطاني البصمه في المتجر لكي انطلق كبيره لمشجعين الاتحاد. طب ومين اللي شايفه في النادي دلوقتي اللي ممكن ياخد مكان عادل شكل؟ ربنا يديك الصحه طبعا وطول العمر، يعني امتداد لك في التشجيع ونفس النهج بتاعك وطريقتك في التشجيع كده. هما اثنين، الاجنبي والبوك. الاجنبي ومش كده، ثلاثه الاجنبي والبوك والشرطه، الثلاثه دول. بس مش حد قال لي زيه. البوك بسال بوك الشلين ولا حاجه، البوك عنده في ذاكرته في الكوره جامده. لا ورد علينا جدعان يا مسكندرانية، من ابو قل السيال والمنشية، طب اقروا الفتحة لابو العباس يا اسكندرية يا اجدعان، والفتحة التانية سيدي يقول واللي عادينا يبقى يموت، والفتحة التالتة لابو الدردار اللي عادينا يولع نار يولع نار. قول اخر كلمة. أنا بشكر أسرة موجة سبورت وفريق العمل، وبشكر الأستاذ عبد القادر إبراهيم والأستاذ باسم علي وكسكي نضال أبوين اللي بيتدوا مبين، بحبكم حلوين وبحب الأستاذ عبد القادر إبراهيم. قول كلمة المتابعين بتاعنا تعمل إيه للقناة؟ طبعا بقول لكل الناس تتفرج على اللايف، اعمل مشاركة، اعمل لايك، اعمل متابعة، وكسكي نضال أبو بعض. لا أنا لسه، بس في لسه حابب برضو ايه المباراه يا عادل اللي انت حسيت فيها يعني الاتحاد، يعني بغض النظر عن فوز او هزيمه، اللي بدر منك سلوك قلت لا مش عادل شكل كده يعني ابن البلد اللي كان يطلع منه الحته دي زي ما بيقول. كان ماتش الاتحاد والاهلي والاتحاد والزمالك، عملنا مع شيكابالا مع ابو تريكه حاجات يعني وندمت بعد كده بقى. بس طيب شايف برضه عاوز اتكلم معاك في نقطه، انت شايف نادي الاتحاد ايه الفرق يعني من النجوم اللي كانت يعني قبل الجيل ده طبعا اللي كان عادل شكل كده زي ما بنقول ايه بياخدوا منه في التشجيع حبتين زياده في التشجيع في المدرجات؟ كلاعيبه ولا كمشجعين؟ لا لعيبه. لعيبه انا طبعا بكن كل احترام وتقدير لكل لاعيبه نادي الاتحاد القدامى، من اول الناس اللي انا عشرتهم كابتن شحت الاسكندراني، الكابتن عادل البابلي وجيلهم، والكابتن وكيل سلام، والكابتن حسن مرسي وجيلهم، والكابتن ساري، والكابتن حسن مرسي، والكابتن كرم مرسي وجيلهم. يعني انا مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، انا بقول كل ناس وجيلهم، فهم دول اللي اثروا فيا وبحبهم وبحب نادي الاتحاد السكندري من قبلهم.
الوحيد اللي بيقلد عادل شكل في التشجيع واحد بس، عمرو ورده. عمرو ورده حبيب قلبي ابن التاريخ مدحت ورده، على طول يقلدني في التشجيع وعلى طول انا بكلمه وبتمنى انه يرجع تاني نادي الاتحاد يلعب ويختم حياته الكرويه في الاتحاد زوق الفنات الخضرو. السله بقى طبعا، السله اللعبه الشعبيه اللعبه الشعبيه الاولى في اسكندريه. السله بقى والبوك طبعا، السله دي عشقنا، دي اللي بتفرح العالم كله، فخر العرب بجد، كرف ودماغنا وكل حاجه، بس السله دي انا وحيد اللي بنحبها قوي وبنلف وراها، حتى بنروح المتوشه بتاعه ال14 وال16 وال18 وال20 والفيرست، بنروح كل حته وراها طبعا. يعني احنا بصراحه ربنا بنشكر اولا الكابتن عمرو ابو الخير على الفتره اللي قضاها مع فريق كره السله، وبنشكر الكابتن مرعي على اللي بيحققه دلوقتي مع فريق كره السله، وكل ده تحت رايه نادي الاتحاد السكندري وقياده الاستاذ محمد مسلحي لفريق السله الذي عمل فيه اجداد وتحلي. يعني قبل ما يجي ما كانش بياخد بطولات، الاستاذ محمد مسلحي جه نادي الاتحاد ظهرت البطولات وعدلت بسامه لجمهور الاتحاد السكندري. فنطلق على الاستاذ محمد مسلحي انه صاحب السعاده، خمسه بطوله في سنه، مفيش نادي خد قبل كده خمسه بطوله في سنه، العلامه الكامله للبطوله. انا كمان في حاجه عاوز اعرفها يا عادل، عادل شكل ايه يعني المناسبه، الاسم اتسمى مين اللي طلع عادل شكل وكانت بمناسبه ايه زمان وانا صغير كنت بتشكل مع اللعيبه وبضرب اللعيبه وش باللعيبه، اللي قال لي كده الوينج واحد اسمه الوينج مشجع قديم برضك محترم واحنا بنحبه، قال لي عايز تشرش من اللعيبه، فبشرش من اللعيبه. المهم حصلت مشكله، جت الحكومه والاستاذ عبد الله حسن بيسالوه فين ده اسمه عادل، اسمه عادل اللي نعمله محضر، هو قال لهم اسمه عادل شكل، فطلعت على عادل شكل. طيب حابب برضه عاوز اعرف من عادل شكل، انت يعني شايف مين اكتر رئيس في تاريخ نادي الاتحاد؟ طبعا استاذ محمد مصلحي يعني، لكن قبل الفتره اللي قبل الاستاذ محمد مصلحي، على كل رساله بتبقى في محمد مصلحي الدكتور كمال شلبي لا يعلى عليه. اقول له خلي بالك يا دكتور لازم تشيل طلعت، الجمهور بيشتم، قال لهم يشتم طلعت زي ما هو، حسيت بالكعد كامل الراجل ده جامد. مره في حادثه كان زمان خمسه ماتوا ولا سبعه ماتوا، ثمانيه، فالاستاذ محمد مصلحي خده في عربيته قال له ربنا الاستاد، راح له يا زحمه الاستاذ محمد مصلحي هو هيسمعني، قال له نرجع يا دكتور الاستاد ويقولوا الاتحاد الماتش يخش خاطر المات، قال له لازم نخش. فاول ما دخلوا الملعب كل الملعب شيلوا شلبي، دكتور الاستاذ محمد قال له يلا بينا، قال له اقعد ساكت وقعد مسك الميكروفون دكتور كمال شلبي، الملعب كله بعد ما خلص الكلام اوه كمال شلبي، يحسسك اللي هو راجل صامت ما بيهابش ما بيخافش، بيحب المواقف في كل حاجه يعني. طيب في حاجه رساله او حاجه معينه حابب يعني توجهها لمين؟ بقول لامي ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، واحنا من غيرك ولا حاجة يا أمه. وأمي يا أمه يا ولية رد عليا، ربنا يديك ست دي أمي شاينة طول عمرها ما شالتش دي مهمي وأنا آخر صبرها، ربنا يديها الصحة طول العمر. شوف شوف عاوز تقول إيه يا شريف؟ أنت قول بقى كلمة لإخواتك ولأمك بقى، أنت وكل حاجة اتحطيت لي بتحبها. أغنى ناس في حياتي يا عم أمي وإخواتي، دول أغنى ناس في حياتي، وخطيبتي ووالدة الله يرحمه وعادة شكل ده اغلى واحد في حياتي، ده مثل الاعلى بجد. انا لو قلت توصل ليه ده مثل الاعلى. الحمد لله الاجنبي وشلطم والبوك طلعوا زي في ايه بقى؟ ان هم ما بيخافوش يعني ما يبوش يعني، احنا كل تحت الحياه واحترام للظباط، لكن في المدرج احنا ما بنخافش من حد غير ربنا. فمهما يطلع ارترس ومهما يطلع ماكدونالدز والحاجات اللي بيقول عليها دي، احنا قبل الارترس بنعمل اللي هم بيعملوه واكتر شويه، واساس اللي هم بيعملوه اللي جنبك ما يتاخدش، لان اللي جنبك لو اتاخد يبقى انت الارترس ولا مرترس. فاحنا من قبل الحاجات دي تتعمل، واحنا عندنا عقيده صاحبك اولا جوه المدرج كده. بنقفل ده كده مسك الختام لحلقتنا، عايزين نقوله لموجا سبورت كيس كريدا لابورت ونت سبورت ونورت تحياتي للاستاذ عبد القادر مدير موقع مش عارف السبورت، ماشي موجا سبورت، موجا سبورت فيس كلينا هيتدلب ايه احنا بنحب موقع موجا سبورت سبورت ونولت، يا ريت تجيبنا من ورا البتاع دي كده وتجيب البتاع دي معانا موجا سبورت وفي السبعه تلبس موجا سبورت وفي انت مالك احنا هو اللي بيعمل
موجا سبورت وفي السبعة تلبس بطلون وشورت. اللقاء الثالث بعد جاي في اسئله جات الجمهور بقى قدمها بقى. طيب هسيبكم دلوقتي عموما مع زميلتي ندى طلحه تكمل الحوار. اكيد كلمه اللي بقولها في انتظار ندى طلحه. طيبين بتصورنا مع نفس الكلام كده صور لما تيجي تقعد ندى طلحه. هات البتاع دي خلص يعني يب. خد تليفوني اهو خد تليفوني اه تليفوني صور. خير يا عادل عامل ايه؟ يلا طبعا يا ابني انت هو يا ابني هو كده. ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله الحمد لله. فكره الاسئله دلوقتي الجماهير بتاعتك سالتها في سلامه. اسئله ليك وللبوك. ماشي. مين هو نجمك المفضل في ايه؟ في الرياضه وفي الفن وفي كل حاجه. في الرياضه اللي انا بحبه كابتن الشحطه الاسكندراني. في الفن؟ في الفن عادل امام. وانت في ايه بالظبط؟ في الفن وفي الرياضه. في الفن عادل شكل، في الرياضه جسر منير. طب وجه رساله لجمهورك من المغتربين. طبعا انا بقول لك لمين المغتربين محافظات والعالم. طبعا بقول لكل جمهوري في المحافظات انا بحبكم زي ما انتوا بتحبوني، وان شاء الله تنتظروا مننا حاجات كتير هتضحككم. مع ترند مصر الرز مع عادل شكل وصلت حاجه في البوك. انا بقول لكم انتظروني. طب ايه الاختلاف بين تشجيع زمان وتشجيع دلوقتي؟ انت بص كده تيجي معانا صوره. التشجيع زمان كان كل الناس بتحب بعض، دلوقتي كل واحد عايز يعمل زعيم ويطلع من الدار يقول لك انا كبه. تحب تقول ايه لمحمد رمضان بعد وجعه الفلوس اللي حصل؟ محمد رمضان اللي هو ممثل ولو الكلام ده اتحذف انا هزعل. محمد رمضان انت كنت شحات مش لاقي تاكل، فربنا عطالك ما تفتريش تركب مركب وترمي فلوس. هي مش فلوس لكن انت بتستفز الناس الغلابه. عيش عيش اهلك يا محمد رمضان، وكفايه اللي انت تسببته في قطع عيش ناس ياما قوي. وانت تحب تقول له ايه؟ محمد رمضان اقول له الحياه فرص، الحياه ثواني، يعني ممكن دلوقتي الواحد ما يبقاش معاه جنيه في جيبه كمان سنه يبقى مليونير. حسب الله ونعم الوكيل فيك ان شاء الله بقول كده. اللي انت قطعت عيش ناس ياما وفرغ للتيار اللي كان بيصرف على عائلته ده، يعني بجد في ربنا معاك. اشمعنى الاتحاد يا عادل؟ اتحاد بلدي وعشقي هو بلدي. طب ايه اللي شدك يعني من الاول؟ شدنا هو في فريق بلدي فريق مدينتي. وانت نفس الكلام؟ اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. بمناسبه رمضان ايه المواقف اللي ما تقدرش تنساها؟ موقف رمضان تنساها كرويا ولا اسريا؟ كله. فيديو بتاع صلاح الدين. فيديو صلاح الدين الايوبي لما عملته في المساء رمضان. قلت له قلت له كنت بكلم صلاح الدين الايوبي قلت له انا عادل شكل زعيم التطور. مين زيك في المصري وفي الاسماعيلي وفي الاهلي والزمالك؟ كتشجيع في ناس كتير، انما كاداء في الفن الحمد لله ما فيش حد بيقلدني. واحد مثلا يعني في التشجيع زيك بالظبط في اي نادي؟ راس خميس. راس خميس من بورسعيد. بورسعيد؟ طب ذكرياتك مع المنتخب ايام كابتن الجوهري و كابتن الجوهري هو اللي عرفنا عدد، وكنا بنعمل فطار مع اللعيبه في رمضان وكنا بنشجعهم في رمضان. كانت احلى امسيات رمضانيه. يا ريت ترجع الايام دي تاني ونلعبوا كوره وسله زي زمان وبنعمل دورات رمضانيه. يا ريت. طب ايه سر صداقتك انت وشريف؟ ده من زمان تونز بتاعي. بدات ازاي؟ البوك بيتكلم عربي. بدات ازاي من المدرج لما كنت باجي النادي. هو احنا عباء في نادي الاتحاد كنت بشوفه، فعمل معايا فيديو زمان في اسمه الاسطوره. فمن بدايه فيديو الاسطوره ده تدرجنا حتى اصبحنا توينز مشهورين للعالم كله الحمد لله. هل اتعرض عليكم انتوا الاثنين تطلعوا في رامز مع رامز جلال؟ انا اتعرض عليا مره واحده وضحك عليا بس خدت فلوس. وانت بب؟ لا. طب انت طالع في اي عمل في رمضان؟ انا والبوك تعين مع خمسه مع ايدي. في كليب لا في الكليب ده مفاجاه. لا في الكليب بس مفاجاه ده. طب بعد شهرتكم الكبيره هنلاقيكم في المدرجات زي زمان ولا؟ طبعا الانس اصله مضيق صار العتاب فيه. انا الاسئله ليك دلوقتي، هل انت متزوج؟ خاطب. خاطب؟ طب مين هي شله البوك؟ كل ده بيسالوه على الفيس؟ شله البوك؟ انا ليا اصحابي ياما بس اللي انا بقعد معاهم واحد بس عادل شكل، ما بقعدش غير مع حد غيره. طب ليه مش بتهتموا بكل الالعاب زي الكوره والسله؟ في العاب ثانيه فرديه وطايره. لا مش جماهيريه. الطايره مش جماهيريه؟ الطايره جماهيريه بس مش اللي هو. طب مين شلتكم انتوا الاثنين؟ شعب مصر. شعب مصر كله.
طب في ناس سالتك هتاكل ايه اول يوم رمضان؟ جنب مخلل. لا هاكل قلقاس. وعايز اقول حاجه لكل اللي هم بيقولوا على نفسهم هم مشاهير، امتى تبقى مشهور؟ وانت ماشي في الشارع الناس تتلم حواليك ويصوروا معاك. امتى تبقى مشهور؟ لما تكتب بوست وبعد دقيقه تلاقي 3000 وتلاقي 5000 وتلاقي 10000. امتى تبقى مشهور؟ لما تلاقي الناس بتحبك. غير كده انسى، اديني سلام بقطعك. في سؤال تاني، انت بتصوم يا عادل ولا؟ وانت هتسالته اللي بصوم. انا مالي، الجماهير اللي سالت. انا بصوم ومال انا ملاب. امنياتكم ايه السنه دي؟ ايه؟ امنياتكم ايه السنه دي؟ انا امنيتي ان ربنا يديهم الصحه والعافيه ويتقدموا، لان امي دي هي كل شيء في حياتنا. الست دي امي شايله طول عمرها. على طول شايله همي وانا شايل وانا اخر صبرها. وانت امنيتك ايه؟ امنيتي السنه دي باذن الله اللي احنا يعني احنا في السوشيال ميديا دي بقى لنا ياما، امنيتنا ان احنا نمثل بجد. طب ايه؟ لو طلعنا حته صغيره هنوصل. الحمد لله انا عملت فيديو، عملت فيلم سنه 7 بعد ما نزل الرقابه رفضت عشان خاطر انا ما كانش معايا تسريح، ولكن الحمد لله نجحت في الفيلم ده نجاح بشهادة احمد زاهر وشهادة نجم الفيلم. ويكفي ان انا واحنا بنتفرجوا على اول لقاء للفيلم في السينمات احمد زاهر بيقول لهم الناس بتلم على عادل شكل ليه؟ ما بتلمش عليا ليه؟ قلت له حب الناس. طب كان في حاجه اسمها قاموس عادل شكل، حابين نتكلم إيه؟ عنه. قاموس عادل شكل. قاموس عادل شكل مشاغب طيب. قاموس الكلمات. ايه؟ كلمات. كلماتك المشهورة اللي انت بتقولها. كلمات كسكي ده الابويل يا البوتيتو بومبي ويا مومبي يا مومبي النهارده عامل ايه؟ وجي سميت اللي ميزو وقطر ستة اللي تلت والساحة تصحى امبو ولا محمود بتقول ايه؟ بوك 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 لا. طب القاموس جالك ازاي؟ لا دي بقى بتطلع تلقائي. تلقائي يعني مثلا وانا قاعد كده ايه بعمل لايف ايه؟ كنت بقول ولا محمود بتقول ايه؟ انت ولا محمود بوك 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 تطلع الحاجات دي لوحدي. اكتر فيلم بتحبه انا؟ سلام يا صاحبي. اللمبي اه بتاع التكتك مش اسوي. انا طلعت بطلت ايه؟ ايه رايك في اداره نزيل التحيه دي؟ حاليا 10 على 10 بكابتن الاستاذ محمد مسلحي، ولكن في بعض اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد لا يسمحون ان هم يمثلوا نادي الاتحاد، انما كادر الاستاذ محمد مسلحي الحكيمه ليه النادي مخليها وسط. طب وضعوهم مع الجماهير ان هم وقفوا معاهم في الازمات ولا لا؟ لا اللي بقف معانا في الازمات اثنين، استاذ محمد مسلحي ثم الاستاذ جاسر المنير. غير كده يديني سلام بودعك. طب تحبوا تقدموا ايه للجماهير؟ توجه لهم ايه؟ اقول لجماهير الاتحاد السكندري سيبوكم من كلمه انا، سيبوكم من كلمه انا، عشان كلمه انا دي وحشه. جماهير الاتحاد السكندري كلهم اخواتنا ومفيش اختلاف ما بيننا وبين حد. ورئيس الجمهور قاعد اهو الزعيم عادل شكل، واكتر ناس احنا بنحبهم الجمهور بتاعنا. على الجمهور بتاعنا اللي على النت ده، ده اكتر ناس. واللي يعرفك ان الواحد ناجح ممكن حد كتب كلمه كده، ده النجاح. الحمد لله انا الوحيد في مصر جمهوري اللي بيخش يشتمني دول بيحبوني. ويا ريت انا عمري ما مسحت، عارفين ليه؟ اللي بيقول لي قلقاسة، اللي بيقول لي عباسة، اللي اي حاجه فنسة. انا بحب الناس كلها تمام، ولكن هناك بعض الناس الغيورين دول ربنا يكفينا شرهم بحلو بره. مين بيختار لك ستايل لبسك؟ لا بص انا بحب اقطع هدومي كلها، دمه مجنونه. انا النهارده لابس محترم. انا ان شاء الله مت في الصيف ده الشورت والقط، والشورت مش هيبقى مقطوع مننا، انت اللي بتختار لنفسك؟ اه. وانت؟ طبعا انا بشكر مدير اعمالي على السوشيال ميديا المسكره كلها، علي عويس. علي عويس انت بتقوم بمجهود جامد وانا بشكرك. يكفي ان انت قهراوي لكن بتحبني انا والبوك. علي عويس على الكسكري ده لابويس، انا عمري ما بروح السويس عشان بحبك علي عويس. لازم تقول عشان يقطع علي ده اخويا، ولازم يقطع الحته عشان ينزلها لنا علي عويس. علي انت حبيب قلبي، انت بتتفرج يا اخي، وهنقول له ايه بقى؟ تشرب ايه؟ الشيب شيب الكسكري دلابوي. طب تشرب ايه؟ الشيب شيب الكسكري دلابوي. الكسكري دلابوي يا البوتيتو بومبي زاد انسي انسي جي سويت النوميز كسكري دلابوي. اتفضل. وطبعا عايز اقول حاجه، انتظروا مهرجان قصه كفاح غناء الزعامة عادل شكل البوك الفيلو ابو الليله. انا
ان شاء الله كده انتظرونا وكسك اللي يدلبونا في كل جديد هتلاقونا. وعايز اشكر كل جمهوري يا جدعان، لما بقول عايز افس بيخش 100,000، الحمد لله الحمد لله. في يا جدعان اللي عدى لما الفيديو يجي على يوم ما يجيبش 10,000 بمسحه. طب بالنسبه لك الصحفيين في النقابه احسن ولا الغير نقابيين؟ طبعا انا بحيي كل الصحفيين اللي في النقابه في اسكندريه، باسم علي، يعني العودي، عبد الابراهيم، طارق اسماعيل، سيد بركان. بركان، لكن انا عايز اقول حاجه، كل مؤتمر اشوف فيه 400 كلكم حلاقين وميكانيكيه وبتوع مخلل، ما ينفعش كله. لو انتوا هتعتمدوا الناس دي يبقى انا رئيس نقابه الصحفيين على الفيسبوك، معلش يعني بنسبه المشاهده وبالكومنتات والكاس كده اللي بوتوا اللي بتدوا من باب. بقول كل رسائل الانديه لا تعتمدوا كل من هب ودب، اعتمدوا الصحفيين المعتمدين في النقابه. في اي مشكله حابب تتكلم فيها في مصر؟ اه ايه قول اتفضل. انا بطلب السيد رئيس الوزراء بالتحقيق في حادث القطر، لحد دلوقتي مش عرفناش مين اللي عمل الحكايه دي، في ناس ياما ماتت، امتى هنعرف مين الجاني؟ الجاني هيبقى مجهول؟ خلاص؟ لا، لن تذهب ارواح الشهداء. فاحنا بنحب مصر، وعاشت مصر وعاشت السيسي وعاشت الشرطه وعاشت الجيش. طب انت ايه رايك في مشاكل مصر دلوقتي؟ في اي حاجه حابب تتكلم فيها؟ لا سد طبعا. النهضه مثلا؟ ايوه. بصوا بقى الجدع اللي اسمه رئيس الوزراء ده بتاع سد النهضه اللي اسمه ام علي، هو ابو علي بس انا مسميه ام علي، هتتحنجر هتاخد علقه موت انت الشعب بتاعك يا ابو علي. بقى انا لو جيت فسيته فسيت هدي لك سد. لو راجل حط طوبه ابن طوبه سد النهضه ده بتاع مصر والسودان واثيوبيا، هتاخد علقه موت ابو لهب يا ابو علي انت ابو لهب. انا بقول لك اهو. عندك اي اعمال فنيه قريب غير رمضان؟ ان شاء الله بعد العيد انتظرونا، بقولت لكم في كليب اسمه قصه كفاح. هل انت ناوي تحترف الموديلنج؟ انا شفت ان انت عامل في عرض هدوم وكده. اه في حاجه جايه برضو؟ ماضي مع كذا شركه، في شركه في القاهره وشركه في بورسعيد وانا وعادل مدين، وفي شركة دوم كلاسيك وكذا حاجة، وفي حاجة بقى عمل كبير بإذن الله ده ممكن يعدي ال 100 مليون، ده عمل كبير قوي مع ناس مشاهير يعني بإذن الله. واحد أحد بإذن واحد أحد هغير عربيته قريب جدا جدا، هجيب عربية السنة بفضل ربنا ودعوات أمي وبفضل الشركة اللي أنا ماضي معاها. طب إيه رأيك في شهرتك كترند مصر الأول؟ أنا إنسان بسيط جدا، لو أي حد، أنا أول مرة أعرف، أنا لقيت مرة واحد كتب إيه الزعامه عادل شغل ترند مصر الاول، دخلت قلت له ليه؟ قال لي نسبه مشاهداتك عاليه جدا فينطبق عليك انك تكون ترند مصر، فلقيت الشعب كله بقى شكل ترند مصر الاول، شكل ترند مصر. الحكايه دي مش انا اللي قايلها، اللي اختارني هو شعب مصر وشعب مصر والشروط العام. ترند مصر ده غالي عليا جدا. مين خلفتك في التشجيع؟ خلفت في التشجيع محمد الاجنبي وشلدم وبوك. مين مواصفاته طيب؟ انت بتقيمها ازاي؟ مش اي، بص ممكن كل واحد يعمل كده اوه ماشي، انما مواصفات التشجيع هي ايه؟ ان تكون داخل الملعب عينك على ال 50 نفر وال 100 نفر وال 500 نفر شافهم كلهم وعارف مين يتاخد ومين ما يتاخدش. وطبعا بنبعته لشركه السليبات العالميه شمس ليب وتحيه. تحب تختم بايه؟ اختم اقول ايه؟ ربنا يديك الصحه يا اما ويخليك لينا، وربنا يخلي اخواتي واولادي والحفيد اللي جاي، الحفيد اللي جاي ادم ادم مندي عادل، ادم مندي عادل او ادم شكل، ان شاء الله انتظروا ادم ده وهو صغير كده، احببه في حاجه اسمها الاتحاد السوق الفنادق الخضراء عشان يعمل جيل تاني لنادي الاتحاد السكندري السوق الفنادق الخضراء. انت حابب تختم بايه؟ اسالك سؤال، ايه سرك في 6 إلا 3؟ على فكره كم من الحاجات دي اللي هتخلي البيج تضرب. عاوز بس اسالك انا سؤال، ايه اخبارك وانت بتعمل الحاجات دي في المدرج؟ انا بقالي ياما ما بطلعش مدرج، بقالي 11 سنه. كل ما اخش مدرج يقول لك عادل شكل بره، طب ليه وانا ارهابي؟ انا من كنت ثوره 30/6 ضد بتوع البتنجان الاخوان، لان انا عاشق لتراب مصر، فهذه اخرتها اجي اخش
بقول له ليه يا باشا مش عايز اخش الملعب؟ قال لي انت ممكن تعمل لها زعوبه في سنتي. طب ما الناجح الناجح دلوقتي بيبقى فاشل. لا بص عايز اقول لك عشان ناجح انا بشكر شعب مصر اللي هو اختارني. لما الشاب اللي كتب ترند مصر الاول عادل شكل سالته ليه؟ قال لي انا كل ما اخش عندك بتكتب البوست بيهب. فالحمد لله احلى لقب خدته في حياتي اللي هو عادل شكل. يعني مهما كله يعمل ترندات بفضل انا ترند زمان الحمد لله. في بياخد الترند وبيمشي لما انا بفضل الله الاول ترند على مستوى الوطن العربي. اغنيه الختام بقى اغنيه الختام انتوا الاثنين الحلوة والمرة مش كنا متوعدين تنسى بالمرة كسكن يا الضلابوين على الحيل. سلام عليكم وشكرا لموقع موجة سبورت وكسكن الضلابوين. وانا صبرت ونط شكرا بشكرا.